الأهلي يكتسح سموحة برباعية مقابل هدف واحد ويواصل تصدره للأسبوع السادس على التوالي الجدول الترتيب بجدارة واستحقاق. كابتن شريف ألف مبروك، أداء جيد وفوز مستحق. الحمد لله الحمد لله، العلامة الكاملة زي ما تمنينا. لاعبي النادي الأهلي كانوا على قد المسؤولية الحمد لله. الفكر الجديد بتاع مستر موسيماني بالتغيير اللي حصل في اللاعبين بنفس الطريقه خدعنا مستر موسيماني لما شفنا الاسماء. لا بس احنا قلنا الاهلي هيلعب فردي. الاهلي هيلعب فردي وهيلعب بالكور العكسيه للاجناب والاجنحه اللي هي بتخش مع بيرتساو. فاجئنا بيرتساو برضو النهارده بيثبت وجوده بعقليه لاعب تمكن الحقيقه في صحيح. منطقه الجزاء كنا اتكلمنا كلنا هيبقى له شكل كويس جدا لما يبقى في العمق، وهو دايما بيجي من الطرف بس مش من الطرف قوي او من الطرف قوي زي ما حصل في ماتش المحله، وبيقدر يروح ويخترق وعنده الثقه وعنده الامكانيات ان هو يسدد وعنده التايمنج وعنده الهدوء. الهدوء اللي هو موجود في احمد عبد القادر، الهدوء اللي هو موجود في حسين الشحات. فكنا بنتكلم قبل المباراه على شكل هجومي لعيبه كوره عندهم امكانيات كبيره جدا يقدروا يترجموا هدف. اجمل ما في المباراه النهارده في الشوط الثاني والاولاني ان انا شفت على طول وجود للاعيب النادي الاهلي في منطقه الجزاء، على طول رغبه للعرضيات وانك انت تلاقي اكتر من لاعب منتظر الكوره، اللعيبه كلها بتطلب الكوره. زي ما احنا تخيلنا التغيير الكبير ده للحاله البدنيه للعيبه اللي كانت مش موجوده، هو مش موجود عشان هو كويس او وحش او تقييم، لا هو مش موجود لان بيريح لعيبه من العمليه هتبقى كتيره جدا وتدوير جدا كل 48 ساعه ماتش، الى ان هذا الشهر الحقيقه هيبقى راحه بالنسبه له وياخد فرصه لعيبه كلها اللي عايزه تخش واللعيبه المتعوره واللعيبه المجهده. فانا بالنسبه لي مبسوط جدا من النتيجه واللاعبين، وان كل ما المدير الفني بيحب شكل من الاشكال مع لعيبه معينه بتنجح صحيح وبيبقى لها وجود وفعاله يعني. فالف مبروك و عقبال ان شاء الله كل المباريات الجايه بنفس هذا الشكل، سلام الراوند الاولاني ما تمشي بهذا الشكل وهذا المفهوم، هو ده النادي الاهلي يعني. صحيح.